اسم رشيد نيم مغامر. وانت كتشوف كما كتشوف هاد الناس هادو هادي 3 شهور حنا تنعانيو، خرجنا كنطالبوا بحقوق اللي هي ما تنفذات منا حتى حرف من هاد الحقوق هادي. ورجعوا القمع. والسي العمده عزلنا حنا 4 الناس، عزلني انا ومجيد العرفاوي وحسن العلوي ودريس النايم 4 الناس. قلنا له حنا ما غنمشيوش 4 الناس، هبطنا 11 بينا ديال الناس. جلسنا معاه اول ما دخل السيد العمده جلس داخل كيوجه لنا الاتهامات الباطله، كيوجه لنا اتهامات باطله. المهم جلسنا مع 4 السوايع ما وصلناش مع شي حوار، ما وصلناش مع وما وصلنا مع حتى شي نتيجه كاع. ومنين جينا في الليل في الصباح جاو علمونا هنا، قال لنا السلطه قال لك راهم جات ورقه من حكم قضائي والتنفيذ هو قال لك جابوه اليوم. حنا اللي كنطالبوا بالاسواق العشوائيه جاو ينفذوا. كيشوف بالنسبه للحكم اللي جابوه اليوم بينوا لكم الحكم جابوه لنا قال لك هذا ملك ملك عمومي. احنا يا احنا تاع ناس حضاريين طبقنا مع هاد الناس هادو، احنا كنهزو السلعه ديالنا ها هما باغيين يديروا العشوائيه خارج السوق، ها هما باغيين يديروا عرقله السير، ها هما باغيين يديروا فوضى في هاد البلاد. حنا كنطالبوا حق ما استجبنا حتى شي مسؤول كاع. علاش؟ واش حنا حقنا غير مسؤول؟ ولكن السي خالد كنتي قلتي بالضبط، قلتيها قلتي ان هاد الناس غير جلسوا معك غير 5 دقائق تلقى معهم حوار، جلسوا معاهم 3 سوايع ما لقيتوش حل. 3 سوايع وكيغلقوا علينا الباب اللي كنحلوه لهم تيغلقوا علينا، وما قال لك ما عندهمش حل لهاد الطلبات اللي طلبنا حنايا. ما عندكم يعطيوك الحق. ولكن عندهم دستور الطلبات تطبيق القانون راه حنا على راسنا وعينينا. ولكن هاد الناس هادو لا حول ولا قوة الا بالله، بانوا لهم غير الناس الضعفاء اللي خارجين وكانوا كيأديوا الواجب ديالهم وقالوا اللهم لا ضامن كار، ها هما وجدوا لهم القوة، ها هما كل شيء كتشوف الأمن جا كل شيء جا التنفيذ. الشاحنة خارجين شوف نصبحوا تما ولا في عين السمان ولا نصبحوا في المسيرة ولا في الزليك. المهم راه حنا غادي نديروا العشوائية، هاد السوق ما غندخلولوش مازال ما ثبتنا حقنا، ما داروا معنا والو، ما غندخلوش لهاد السوق هذا. راه حتى اللي غيدخل راه غيدخل بالابتزاز ديال الناس الأمن والناس ديال السلطة. حنا ما بغيناش احتكاك، وحنا ما بغيناش احتكاك مع الأمن. شكرا 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 جزيلا. إخواتي راه كاين الدباس وحنا جالسين هاني شوما كيف انت بخير؟